ده يخلينا نتكلم في نقطة مهمة، أفرق إزاي يا أستاذة أشجان ما بين الشخصية التبعية ما بين الشخصية اللي عايزة تاخد مشورة، أنا بشور أمي في حاجة، خبرتها، أبويا، أختي الكبيرة، مفيش أزمة اللي هو حاجة مطلوب. زي كده، أه يعني لخاب من استشار. فخلينا نشوف نفرق إزاي بين الشخص التابع والشخص اللي بيعتمد في حياته عن على المشورة. فكرة المشورة دي يا جماعة موجودة في حياة الجميع ولا غنى عنها. الشخصية اللي بتاخد رأيها من دماغها وتمشي كلامها وهو ده اللي بقوله ومش عايزة اسمع رأي حد، هي دي بقى الشخصية اللي بتبقى متسلطة ومش عايزة تسمع رأي الآخرين. فاحنا بنطالب ان الدنيا كلها هو ده الصح والجو الصحي، ان انا يبقى عندي مشورة، مشورة في الصغيرة قبل الكبيرة. ممكن يكون عندي مشورة في الصغيرة قبل الكبيرة ما فيهاش أزمة طالما لا تضر بالآخرين، بس في نفس الوقت ابقى مفرق هي الشخصية دي تبعية يا جماعة، يعني هي انتقل كمل النموذج اللي معانا ده، يعني شخصية تابعة لأمه، أيوة تابعة لأمه، وغير صحي ومريض نفسي، أيوة اللي هو ده اللي بنشوفه بيعمل مشاكل بعد الزواج، وكل يوم والتاني تبعت لي واحدة إن زوجها من النمط ده بس بأشكال مختلفة. الشخصيات دي بتبقى هي بدأت تنقل الأمر، يعني الجواز دخل جوه الصندوق. يعني ايه؟ يعني انا اصلا حياتي مع امي بشكل معين، الصغيره شبه الكبيره، انا ماليش قرار، شخصيتي تاني حاجه. الشخص التابع اللي انا تابع له ان كان امي او اختي او ابويا او صاحبي هو رقم واحد وانا رقم اتنين، وماليش قرار وسط الاخرين. بتبقى باينه يا جماعه، بتبقى باينه. انت لما تقعدي معاه وانت بتتعرفي كبنت وبتاخده وتدو، انت بتلاقي الكلام كله مهزوز، العين على طول زايغه. ممكن ناس تقول طب ما هو بيبقى مكسوف او محرج، ولكن مفيش قرار، يعني مفيش راي بيبقى صافي. يعني الست تشتغل ولا ما تشتغلش، والله يعني دي نقدر نقول ابرز الملامح اللي ممكن البنوته تعرف هي قاعده تاخد بالها بقى، ان كان الشخص ده تابع لامه بشكل كبير فيما يسمى بابن امه، ولا شخص بيتبع المشوره. صحيح، يعني بعض الحاجات بتبقى مبينه، مش عايزه اقول من اول قاعده بس هي بتبان. ولكن اولا ماما اللي بتبقى بتتكلم اغلب الوقت، لازم ابقى يعني كأم، هي البنت لما بتبقى قاعده في القعده ببقى يا اما معاها والدتها معاها اختها، فببقى واخده بالي هو مين اللي بيتكلم في القعده. في شباب بيبقى خجول شويه فبيسيب ماما او القعده معاها هي اللي بتقود القعده لانه خجلان شويه، بس الخجل بعد شويه بيزول وابدا اخد على الطرف الثاني. طيب سيبك من حته الخجل، ممكن نقول اصل دي اللي مخليه ماما هي اللي تتكلم. النقطه الجوهريه انه ملوش يا جماعه ملمح في الموضوع. يعني ايه؟ يعني انت رايك الست تشتغل بعد الجواز ولا لا؟ طب رايك نسكن هنا ولا نسافر؟ لا نسافر ايه؟ فتلاقي دايما نص الاجابه بعد جملتين ماما بتكملها على طول. يعني انا ايه؟ ماما بتلحق، ماما بتلحق على طول، ودي بيبان. والله يعني الناس تقول والله ما بان خالص انه حكايه انه كل حاجه عند امه هي دي، لا بيبان يا جماعه، بيبان ان ماما بتتكلم في تفاصيل التفاصيل. حته نشرب ايه؟ تشرب ايه يا ماما؟ طب نشرب ايه؟ طب شوفوا اللي تحبوه. طب حتى زيك يا ماما مثلا، هاخد زيك، هاخد زي ماما. فنبدا بقى نتكلم، الاقي بعد كده مكالمه التليفون اللي كان بيتكلمها معايا لما روحنا وانا ارتحت في القعده، ماما بتكلمني انها مبسوطه ان هو اتبسط لما قلت 1 2 3. يا نهار ابيض، فدي احنا على طول بقى الحياه لايف. فتبدا يعني تبداي هنا تقلقي شويه، هو الحياه كده مكشوفه بالشكل المفتوح ده؟ فاحنا بنقول الانفصال الصحي ليه؟ لان في بعض الناس بتمارس بعض الامور دي نتيجه انتوا لسه اغراب، انا مش هقدر اندمج بسهوله، ولازلت ان انا دول هم كياني اللي انا حاسس باطمئنان مع امي هي اللي تقول ملائماك ولا مش ملائماك. يعني اهم حاجه لما بنقول موضوع الاراء، انك بتشوفي رايه في الشغل، رايه في الغربه، رايه في الشقه، طب هنسكن فين، طب هنشطب ايه. في نص الحديث دايما ماما بتكمل، ولو هو بيكمل ما بيديكيش اجابات على بعضها. يعني هو بيقول ايه دايما؟ الحاجه بتبقى يا اما متسوفه يا اما مفتوحه، يعني ربنا يسهل ان شاء الله الدنيا هتبقى افضل، هنشوف الامر ده بعدين. الشغل والله مش عارف، القضيه دي طب نبقى نحسمها بعدين. طب انت ممكن يعني مرتاح في شغلك، والله نحمد ربنا. طب ممكن لو جات لك حته في مكان تاني، دي برضه يعني هنبقى انت مش قادره تاخدي منه زي ما بنقول كده عقد نافع، فانا مش عارفه تاخدي منه اجابه. الشخصيات التبعيه ما بتقدرش تعبر يا جماعه عن رايها بصراحه. يعني انا لو متضايق من المكان، انا قاعد في كافيه ضيق جدا وسيء جدا وحاسس الناس كلها بتدخن وانا مش مرتاح في القعده، انا ما عنديش القرار ان اقول يلا نقوم من هنا نقعد في حته تانيه. يعني الشخصيات التبعيه ما بتاخدش القرارات البسيطه، عشان كده بنقول دي بتبقى الى حد ما وصل لحد المرضيه شويه، اللي هي زي الفيديو ده. في بعض الناس بتبقى تبعيه جزئيه شويه، القرارات المصيريه ماما داخله فيها الحاجات دي، ده اللي الناس بتقعد تقول اصل ده ابن امه.
بس بالنسبه لها برضو الصغيره بتبقى شبه الكبيره. طب اللي بيشور لا، اللي بيشور يا جماعه لازم انا ابقى حاطط مبدا الشوره في حياتي بشكل كبير جدا، ولكن الشوره زي ما بقول في قرارات معينه ابقى باخد راي الاخرين فيها وليس تطبيق راي الاخرين. يعني انا نفسي اكمل في الكليه دي بس ماما شايفه ان الكليه دي هي الصح. طب نعمل ايه؟ هي ماما ليها وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر، نظر البنت هي اللي تمشي وتبقى البنت عاقه امها وانا بقول لك مصلحتك وانت مش شايفه، ولا الام اللي تمشي كلمتها ومستقبل بنت اللي هتدرس اصلا ملهاش ومهمش؟ لا في الرايه دي احنا الاتنين بنقعد وبنصل لمنطقه وسط ونشوف طب انا متمسكه بده ليه؟ وانت متمسك بده ليه؟ طب ايهما اللي ممكن نقرب المسافات؟ لازم واحد فيهم يقنع التاني، لازم الابن او البنت في المرحله دي تقنع امها. طب لو انا كأم ما اقتنعتش، انا كأم ابقى عندي المساحه اللي انا اقول انت حر تتحمل قرارك واختيارك، انت اللي هتكمل وانت. فهنا ده دور بقى التربيه، ان انا كأم انا اللي بفصل انفصال صحي لابني، انا اللي بديله او لبنتي بديله القرار في الوقت الصح بالقرار الصح. انما اقول له لا انت مش هتاخد قرار مالكش فيه. لحد اختيار العروسه يا جماعه والله بشوف هو يقول لي معجب بيها بس استنى اسال ماما. طب يا ابن الحلال وماله؟ بس ماما بقى الراي الاجتماعي يقول لي لا انا هقول لها ان انا مرتاح فاشوف هي هترتاح ولا لا. فماشي هي لا ننكر ما مش صح قوي الواحد ماشي بدماغه. بصي استاذه اشجان احنا فعلا بنبقى في اوقات كتير جدا محتاجين لازم راي الاب، راي الام، راي الاخت الكبيره، راي الكبير، لكن الراي ده لا يكون في كل حاجه ولا يكون الزامي ليا حتى لو انا مش مقتنع بكلامهم. مش عشان هو ابويا طبعا مع كامل الاحترام للجميع طبعاً. اكيد في حاجات انا اللي هتحمل قراراتها في الاخر تبعاتها في الاخر. والاهل يا جماعه ان كانت بنت او ولد وبناكد ليهم وجهات نظر بتبقى صائبه لانهم شايفين ابعاد ثانيه اي موضوع صح. بس فين بقى الشورى والتحاور المحاوره بينهم هي اللي بتوصلك للمنطقه الوسط اللي احنا بنقول عليها. انا شايفه يا بنتي ان العريس ده ما ينفعكيش خالص وانا بقول لا يا ماما انا عايزاه. طب احنا نقعد انا وانتي حد فينا لازم يقنع التاني وفي نفس الوقت نتفق على قرار ينفذ، ما يبقاش احدهما امشي وانتي لا بنتي ولا اعرفك او خلاص يا ماما انا تحت امرك. الاثنين غلط، لازم نصل لمنطقه وسط عشان الام تبين وجهه نظرها والبنت برضو تبين وجهه نظرها.